هتوب. مين ده وليه؟ عيل بايظ يا باشا، مأجر الشقة دي ومدورة دعارة مخدرات. هدوء. معلش يا وليد. خيرها في غيرها. اتفضل. طلعت حمار ياض، مش تعمل حسه او منظر وانت طالع؟ مش في ناس كبيره قاعده؟ وانا مالي؟ قوم ايه انت طالع الاكل؟ حط الاكل وغور من وشي وروح لامك. معلش يا استاذ حوده. تسلم ايديك يا حموزه يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، متشكرين. مش كده يا اسطى؟ جريح حوده في ايه؟ ما براحش ولا يا عم. هو يعني عيل غلس شويه بس برضه بيصعب عليا. صعب شغلك غالي يا ابو خليل. ما كانش الواحد يشد على عيل في السن ده يطلع يعمل لنا مصيبه. الشد وحده في السن ده يا استحوده ما ينفعش. لما العيل يكبر لازم كده يعني تصاحبه. اذا كبر ابنك خويه. خلينا في المهم. عرفت حوده هتعمل ايه؟ هخويه. يا عم انا بتكلم على صلاح. وانا بتكلم على صلاح. طب هتخويه ازاي صلاح؟ مش انا قلت لك يا باشا؟ ادي اخره المشي ورا العيال. وايه اللي حصل يعني؟ بلاغ وطلع في شنك عادي بتحصل. لا يا باشا، العيال دي بتشتغلنا وعمالين يفرهدوا فينا على الفاضي، وزمانهم قاعدين بيضحكوا علينا يا فندم. هم هيعملوا كده ليه بس؟ ما تبطل بقى نظريه المؤامره اللي واكله لك دماغك دي يا فندم. مؤامره ايه بس؟ هو سعادتك مش متضايق من اللي حصل ده ولا ايه؟ لا متضايق طبعا، بس ده لا يمنع ان احنا نحط اللي حصل ده في حجمه الطبيعي. وايه بقى حجمه الطبيعي يا فندم؟ ده يلغي البدا يا ربي. بص يا سي وليد، في اي بلد في الدنيا لما بتعمل نشره عن واحد هربان ولا حاجه، في ناس كتير جدا بتقدم بلاغات. البلاغات دي في بيبقى منها كتير جدا بيطلع اوت مش حقيقي يعني، لكن ده لا يمنع ان البلاغات اللي بتطلع اوت دي ممكن توصلهم لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم فيها. اسمح لي بس يا باشا، انا مش فاهم حضرتك بتدافع عن العيال دي ليه؟ لان العيال دول بمزاجنا او غصب عننا هم اللي جايين، والعيال دول هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري النهارده بقى بكره بعده بعد شهر. مهم هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري في الاخر. يا فندم احنا جالنا بلاغات كتير وكلها طلعت اونطه. اونطه؟ في ضابط محترم بوش سمع زي سعادتك كده يقول اونطه؟ يا باشا انا مش قصدي ان انا باشا. ايه بقى انت خليت فيها باشا؟ ده احنا ولا كاننا بنلعب طاوله على القهوه. انا عجبت سعادتك تمين باشا. ايه اللي عجبتني يا راجل؟ ده انا نفسي كنت ابتديت اصدقك. عارف يا حماد، وانا بتفرج عليك قلت خساره الراجل ده فرقه الاغلبيه. الراجل ده لازم ينضم للمعارضه. لا يا باشا، معارضه ايه بس؟ ده انا من ساعه ما قلت الف به سياسه وانا اغلبيه خلاص الناس عرفتني بكده. وهي دي مشكله؟ تنشق. هنشق؟ اه، يبقى اسمك النائب المنشق عن الاغلبيه. اسم حلو صح؟ لا يا بيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. حكايه المنشق دي بقى نبقى نشوف لها حد تاني. انت حر، انا عايز مصلحتك يا راجل. ده انت عملت شغل النهارده مع وزير الداخليه ولا اجعصها معارض ابا عن جد. ما هو كله بفضل دعمك ليا طول الوقت. بس انت عارف بقى يعني، اصل كلمه الحق دي ما تفرقش كتير من اغلبيه او معارض. حماد سيبك من كلمه الحق والكلام ده، مسخه لما تقيل. اوعى تكون فاكر ان انا نايم على وداني. قرار الموضوع ده معايا من الاول خالص. لطفي ابو المجد وابنه مشكلتهم مع الظابط وقوفك معاهم، أنا بس اللي بكبر. لطفي أبو المجد أصله ابن حتتي وأخويا. الكلام ده كمان بلح. أنت لا ليك إخوات ولا وقت الجد يفرق معاك أبوك نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده بس يا باشا؟ يا بني آدم افهم. هو اللي ليه في الأخوة والصحوبية والكلام ده يشتغل معانا الشغلانة دي؟ أنت راجل سياسي بالفطرة. ربنا لما خلقك حط فيك السر ده. العلاقة ما بينك وما بين لطفي أبو المجد ما تخصنيش في حاجة. هو يمول لك انتخاباتك، أنت تردها له مصالح. ما تخصنيش. تخبي فلوسك جوه فلوسه ما يفرقش معايا. ابنك يشارك ابنه في الكافيتريات ماليش فيه. أنا بس عايز أنبهك لحاجة يا حماد، عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. خير يا باشا، حاجة تيجي. حماد انا مشيت معاك في الموضوع ده لان كان ليا مصلحه ومصلحتي اتقضت،
وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجة وتبقى جاهز. أغسطيني يعني مش فاهم برضو أبقى جاهز ليه بالظبط؟ لطفي أم المجد يا حماد مش دايم لك، وزير الداخلية مش هينسلك اللي انت عملته معاه النهاردة، ومين عارف النهاردة ضحوا بالظابط بتاعهم يا عالم بكرة يعملوا ايه؟ هو في حد قال سعادتك على اي حاجة؟ انا مش محتاج حد يقولي حاجة يا حماد. بص يا صاحبي، احنا في شغلنا مفيش حد مفيش بطحة على راسه، ما تتغشمش وتخليهم يضغطولك على البطحة دي، فهمتني؟ الكلام خلص المره اللي فاتت وتشد عليه بلاستر يا زماتي. جرى ايه يالا؟ انا سبتك المره اللي فاتت وقلت ده كلام صوت لما يفوق اكلمه، ارجع عليك بتهري نفس الهاري. مش حماده تايسون اللي يهري اي هاري ويقول اي كلام. يا جدع بطل غشوميه امال، فلوس ايه اللي عايزها من لطفي ابو المجد؟ وبعدين الراجل ماله من الحوار اصلا؟ بالظبط اتغشم على الواد مات في ايده، قلنا نلبسها له بالاصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. انا حق يابا في الليله دي هيجيني. لحسن واللي خلق الخلقه زعلك انت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني ادم. قدامك 3 ايام، لا قدامك يومين يا زناتي، ويجيني نص مليون جنيه. يا الا والله العظيم 3 هطلع مصلحتي بمعرفتي وانت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تايس؟ يبقى انتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموما اهل الضابط موجودين، واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط، هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اكبرتوني على الشهاده دي زي ما اكبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زينتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا اولاد الهرمه؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا. وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبستها في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه، وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج؟ وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لما مؤاخذه عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله، بقى الواد اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يقر عليا بالشكل ده؟ منك لله. وحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحدة. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهادة تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلام ايه ده يا حاج؟ اللي انت سامعه اخوي. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج، انا قلت انه هيستكفى انه يجيب مناخير الظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟ ادفع له اخويا من جيبك، انا مالي، انت اللي شبكته معانا. هدفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو، انت طلعتوا لي منين؟ صلى على النبي كده بس يا عم الحاج، وخلينا نعرف نفكر. الواد ده لو قال لي عقله واتكلم كلنا نروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ليه؟ والله ما القصد يا عم الحاج، ولا بهددك ولا اي حاجه حاشا لله، بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال لي عقله كلنا نروح في 60 داهيه والمستخبى هيبان. يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت هنروح في 60 داهيه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ واللي ما يعرفش يقول عدس. وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في ده عندك حق يا حاج، عمري قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، من هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا ونتقابل انا وانت وحماد بيه ومتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لاحسن القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ هما زناتي، هما زناتي مش من هنا. قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. ده يا افتلمتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص، لحد ما دخل بيته
خدت بعض وجيت على هنا على طول. طب زي الفل، يعني عرفت بيته، من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حوده، انا عارف اني معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3-4 ايام كده الدنيا تظبط. انا خدامك اسلم بيه. الا صحيح يا اسطى حوده، مفيش اخبار عن حسن الضبع؟ بصراحه ابو خليل مفيش جديد، بس انا عندي خبر الماز ليك بصراحه. يعني انا اتقصت في المنطقه عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني ان مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، حتى اشرف خطيب اختك يعني كان واخد اجازه من الجيش ورجع بالسلامه. الله يطمن قلبك يا اسطى حوده، الحمد لله ان اشرف خد اجازه عشان يبقى معاهم وما يبقوش لوحدهم. الواد ده اسلوب ابن حلال قوي وطيب والله يا اسطى حوده، واد راجل. ما تقلقش، وقلت لك برضه انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع اسلم بيه. قول لي. انا عرفت ان تايسون واعمى الامين زناتي بقالهم كام يوم. اصل سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف اصل الحكايه، بس اللي انا اقدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفط بالكلام وجاب سيره الامين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتنا؟ سعادتك يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا اعمل له حساب؟ اذا كان الضابط اللي بيقرص زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه وخليته يهرب زي العيال في الحاره بصراحه. انا ملبسني طرحه. حلو الكلام ده. ايه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ ايه اللي حلو ان عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان انفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل ازاي يعني؟ ما تشغلش انت دماغك، خليك انت ورا صلاح، ولما اعرف هعمل ايه هقول لكم. تمام يا حوده، وقف مراقبة صلاح الطوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ يا هيك، ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. أنا في مشوار لازم أعمله. مشوار مش سهل، محتاجكوا فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، إحنا معاك في أي حاجة. رقبت يا سليم بيه، بس لما أقصد سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزة اللي بيقعد فيها حمادة تايسون. في مكان عودة. دكانة التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. طيب سعادتك، هو لازم ان يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الصبيان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا اسطى حوده، احنا مش راقصين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى، بس عايزين ان احنا ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا، انت ايه اللي بيخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. يا نهار اسود، قمنا قايل بستين نيله، يا نهار اسود. لا اله الا الله، رجعوه، الواد مات. ما لحقناهوش. عشان خاطر لازم نمشي بيه، الحوار كله عوا. يلا استنى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، عشان خاطر بقول لك اصبر يا حوده. العيال على الجني دلوقتي، ممكن حد من السجان دلوقتي لو فتح الباب اروح في 60 دقيقه. الا الله والا اله، رجعوه. ماشي، عشان خاطر بقول لك يا سليم، ماشي عشان خاطر. اصبر يا حوده. طب نمشي بيه دلوقتي. يا باشا افهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. هذا حبه. اوه اوه.
الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء، هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى اللي حصل حصل. المشكله دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع. كده هنبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه. بقى يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم. ليسوا مات عشان كان لازم يخلصوا منه عشان بقى خطر عليهم. دول سعادتك هم اللي موتوه. هم يا حود اللي موتوه. اديني لبست مصيبه تانية كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت مأجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ متخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذه يعني انا وابراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذه يعني لازم تكلني شويه. مفيش وقت نكلنا يا حوده خلاص. زمان دايره الاسم مقلوبه. تشوفوا سعادتك. انت متاكد ان سليم الانصاري هو اللي عمل كده؟ يا باشا. اهدى اهدى وركز بس. ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله ومن ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، مش انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 لا، لو مؤاخذه سليم بيه، لو مؤاخذه يعني في الكلمه دي، الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. انا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا. وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو تاخرت يبقى الحكايه عكت فوق دماغي. ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل اي جديد شاركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ طبعا يا باشا. انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير. انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات. وبرضه الأدلة اللي عندي بتقول إن هو اللي قتل تايسون. هنشتغل بأدلة وبس. جدع طارق. سامع وليد؟ أنا هروح البيت أريح ساعتين كده عشان مجهد قوي. بس يا ريت لو في جديد. أكيد يا باشا طبعًا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان. يا رب استرها علينا وفك كربنا. أنت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا.
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ملوش لازمة باللي تفكر فيه. انت عايز 3-4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجة وتشد اجزاء. واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليك. لو كنت متخيل ان هسيبك تدخل بيت وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي اهون من ان حاجة زي دي تحصل لي. اعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاتنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. وكونك اتهجمت عليا في بيتي. ورفعت عليا السلاح. لا هتدفع تمن غالي قوي زي ما هتدفع تمن كل جريمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرات اللي دخلت بيتك بس انت ما سبتنيش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقه بعينيك. حقيقة اللي بتتكلم عنها سليم؟ أنا لسه راجع دلوقتي من الغرزة اللي أنت قتلت فيها تايسون. لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. أنا فعلا رحت الغرزة بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوة نظرية المؤامرة دي. العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، إذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمة. شوف لك سكة تانية. ما تفكر معايا صلاح بيه. وانا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش، انا اسال. انت ليه قتلته؟ انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب بقول لك ايه يا صلاح بيه، تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده: في ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه، كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود، وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على انه هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه. انا مش فهمت ليه مصر تطلعني شيطان. لانك فعلا شيطان الحكايه دي. مش يا سيدي انا شيطان، بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هم الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا. لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه. وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي، ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريدة، صح؟ أنا مش مصدق إن هو ده اللي شغلك وحبل مشنقة ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك أول ورقة جبته منين؟ تقدر تجيب إذن النيابة وتجيب زيه. على فكرة ليه هو هو بالظبط. طيب ما هي سهلة أهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوة وتقول كل الكلام ده
ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. انا مش هاجي تحت ايديكوا تاني. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي اقشر معاك القهوه. واسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. ادخل هات لي قهوه. مساء الخير يا باشا. اهلا وليد. ايه ده؟ ده التقرير بتاع شركه المحمول؟ اه يا فندم. سعادتك مش عارف انا تعبت قد ايه عشان اجيبه لك بالسرعه دي. مش ناوي يا فندم سعادتك تقول لي ايه علاقه الورق ده بالقضيه؟ حلو قوي. الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي يا وليد، تعرف لطفه والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر اسلم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل بعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. ناوي نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبه بتاعه تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوذه، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. ما لازم افضل ورام لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهي، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطان، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي. الواد ده خفيف. وممكن نطلع منه بحاجة. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استاذنك، يعني ممكن تتداروا عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يا مسعد والله يا حماد ما انا عارف اخرتها ايه مع ابن الصرمه ده. تعال يا سيدي رميت له الفلوس اللي كان عايزها حرب ونار في جتته. لا لا لسه لسه ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان. نعم طبعا انت خسران حاجه وانا اللي بجوع. لا والله يا حماد والله ابتديت اقلق. الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طب سلام سلام هكلمك تاني. ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ لا مؤاخذه يا حاج في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي. صلاح التوخي للتفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه. انت عامل ايه؟ اصلي كنت معدي في الحته كده قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور. اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. بقالي فترة ما شفتكش، من ساعة ما رحت أنا وأنت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتله قتلة. ده كان هيبقى حتة مغرز. مغرز صحيح. لا 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 مفيش حاجة يا سيدي. لا لا ده بقول لك على حاجة، إحنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمة. لا نتغدى إيه؟ لا لسه نشرب حاجة الأول، يعني نشرب حاجة وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل مهمك تشرب إيه، ده إحنا ننزل نتغدى في أحلى حتة يا عم. والله مرضى أكلفك يا عم ده كلام من أول. استنى بس. أنا غريب يا عم هدى، والله ما ينفع الكلام ده. ما قلتليش يا حاج لطفي، أنت إيه رأيك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم تتكلم قلت كلام كتير قوي. انهي كلام فيهم بالظبط؟ اه صحيح عندك حق. نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث، مع ان تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا بساعتين. على فكرة انت عندك فكرة يا حاج ان الشهادة الزور جناية؟ حد الله حد الله يا باشا بينا وبين الشهادة الزور. امال الرشوة اللي راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحتة هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسال سعادتك سؤال صغير كده. مين اللي قال لسعادتك إن في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي. تقرير بتاع شركة الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول إن المحمول هو اللي كان هنا، ما
قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه مش فاهم؟ الحكايه وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه. عيال مستهتره مش حاسه بقيمه القرش. الجيل ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه منلعها الاخر لانه ولد وحيد على بنات. يعني هو سعدك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صحيح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا. احنا بقى باشا ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربيه مخصوص وادى الموبايل للولد لغايه العين السخنه. ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده. ايشي نت وايشي شات وايشي واتساب، عيال بايظه بعيد عنك. يعني طول الموبايل ضاع ولقيتوه حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقينا ازاي. صحيح. ازاي؟ الواد زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته. واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام. الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده الا انه زنان زن النحله. قعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمود. شفت ساعتها بقى الحكايه بسيطه وسهله ازاي؟ لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من سعادتك قلتها. بس الحقيقه يا باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعكوا هربان وشغلين نفسكوا بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك اهي زي الشمس. اسر في حاجه تانية يا باشا اقدر اقدمها لسعادتك. جرى ايه يا مسعد يا جدع؟ داخل شاطح ناطح. ايه يا جدع اصبر كده، بقول لك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي. انا نفسي كانت هفاني على لحمه راس وسمين، اسال نفسي مين يجي ياكل معايا اللقمه الحلوه دي. سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جدع. خليك معايا، تخبط على الباب، هنقعد بقى ناكل لحمه راس وسمين وتاكل الجوهره اللي انت بتحبها، تاكل كمان اللسان اقسمه لك على شفتين، نخلص اللقمه دي نقعد عليها ونشرب الشاي وتضرب المعسل. الواد ده شافنا يا حوده. والله سعادتك سليم بيه الواد مسعد ده واد عامل مشاكل كتير في المنطقه، عشان كده سابها وراح منطقه تانيه. تحس كده انه واد بارد وحشري. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم الاعتراض على امرك يا رب. هو احنا ناقصين؟ مش كفايه البلاوي اللي عماله تتحدف علينا زي النطر؟ لا هو مش بس كده، ده كمان رطرات بالكلام. وكمان رطرات؟ قصدي يعني سعادتك ان الواد ده لو كان خد باله من حاجه ما كانش سكت. بس برضه الاحتياط واجب. صح عندك حق. طب والعامل يا سليم بيه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوه بتاعه تايسون. بقول لك يا سليم بيه، يعني انا مؤاخذه في حاجه كده هجمت في نافوخي، اقدر اقولها لمعاليك؟ يا عم اخلص قول. انا ليا ناس حبايبي في القسم، ممكن يعني اروح القسم اقدر اتطقص لو في اي عوق. مش فاهم منك حاجه. عوق ازاي يا اسطى حوده؟ اقصد ان ناس حبايبي دول بيبلغونا لو في اي حمله جايه على المنطقه، فلو اي حد مثلا شايل حاجه شمال، حاطط حاجه هنا، مخبي حاجه جنب حاجه، تحت اي حاجه يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تيجي. اعمل كده. طب بالنسبه للامين اللي اسمه زناتي ده؟ ماله زناتي؟ يعني انا كنت متخيل سعادتك هتطلع من عند لطفي عليه. لو لطفي بيقول الحقيقه يبقى زناتي هيقول نفس الكلام. طب ولو بيكذب؟ يبقى اكيد لطفي هيفهمه انه يقول برضه نفس الكلام. يعني سعادتك عايز تفهمني ان زناتي ملوش في الموضوع خالص؟ لا انا مش عايز افهمك حاجه، وانا شخصيا مش فاهم حاجه خالص. كل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجموعه كلها، عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم. سليم يبقى الحال على ما هو عليه. سليم يفضل بالنسبه لنا مجرم ولازم نجيبه. ويا دوبك البت ملك شدت حيلها شويه وربنا رزقني برؤيه. يا سلام على الرؤيه دي يا بيه، حته عسل كده والله. ربنا يخليهم لك يا ابراهيم. اللي اقول لي يا سليم بيه، هو انت لسه ليه ما اتجوزتش فريده هانم لحد دلوقتي؟ كان زمانك عندك عيل يفرق. مؤاخذه يا سليم بيه، لموا حاجاتكم بسرعه، لازم نمشي من هنا حالا. يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده، وانا الحق عليا اللي برسيك عشان لو حصل حاجه. حاجه زي ايه؟ يعني صلاح التوخي يجيبك يسالك مثلا. اه
نهار اسود يسالني في ايه وليه؟ عادي يا جحش انت، وانت مش شاهد على سنين في القضيه؟ وبعدين مالك مقلق كده ليه؟ ما قلت لك انت مع زناتي يعني في السليم. احنا مش في السليم، احنا في سليم وشكلها تتربق فوق دماغنا ومش خلصانه. طب امسك دول. ايه دول؟ دول 20,000، يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. مرضي؟ يلا روح شايص كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى. ولا اقول لك حطهم تحت المخده. اول ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول. اصل الفلوس دي علاج الفرق بيلعب في عبك ده، اسالني انا. ده برضه هيتنح. يعني مسعد ما بلغش عندنا ولا حاجه؟ لا ما اظن سعادتك انه خد باله من حاجه زي كده، بس الحمد لله ان ربنا جعله سبب نلحق البلوه دي قبل ما تحصل. يعني انت متاكد انهم نازلين يفتشوا الليله دي يا استحوده؟ عيب تسال السؤال ده ابو خليل. اسليم بيه في حمله هتنزل المنطقه قرب الفجر وهتفتش بيت بيت ومش هتسيب خرم ابره غير لما تفتش جواك. بيقولوا سعادتك ان في شويه عيال ارهابيين مستخبيين في المنطقه وشكل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمه ناسفه وبلاوي زرقاء. نهار اسود ومنيل ب 60 ليله. بقول لك يا اسليم بيه، احنا نسلم نفسنا حراميه بكرامتنا. يا ابني ده بقى اهدى عشان نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش سعادتك، انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم وعلى سركم. بس يلا بينا بسرعه. يلا يلا يلا. نسيت الكلسون. تعالوا معايا يلا. طلعت اخطبوط كبير يا استحوده بقى واحنا مش عارفين. يا عم ما انت ربنا كرمك بام العيال، ام حمزه ست طيبه وتستاهل كل خير. لازمته ايه بقى الكلام الفاضي؟ والله يا ابو خليل انا كنت اخطبوط زمان، لكن دلوقتي الاخطبوط ولا ديناصور حتى. راجل غلبان وماشي جنب الحيط. غلبان وماشي جنب الحيط؟ امال مين اللي احنا رايحين عندها دي يا عم الاخطبوط يا اللي غلبان وماشي جنب الحيط؟ حنان. شايف يقول حنان ازاي يا بيه؟ ده احنا هربانين مع راغب علامه واحنا مش عارفين. عارف ابو خليل، حنان دي الحته الحلوه اللي في حياتي، الحته اللي بتدق هنا وبس. القصه اللي بينه وبين حنان دي زي بتاعت افلام السيما كده، زي حسن ونعيمه مثلا. طب ما اتجوزتهاش ليه يا اسطى؟ اصل زمان ابو خليل انا كان الشيطان راكبني وكنت ماشي في سكه الشمال، حنان دي بقى كانت جدعه وزي السيف وما تحبش الحال المايل. قالت لي لو انا عايز اتجوزها ابعد عن سكه الشمال. انا بيني وبينك كنت فاكرها انها بتهرج وبتقول اي كلام، يعني مالو دماغ يعني. فضلت مكمل في سكه الشمال، سابتني واتجوزت غيري وقعدت معايا هنا. ما الحمد لله بنت حلال وربنا كرمها يعني ونجدها. عارف ايه اللي حصل بعدين؟ انا اتجوزتها ايام وخلفت منها، وعرفت ان جوزها سافر ليبيا، قعد 3 سنين هناك واتقطعت اخباره وناس بتقول ان هو مات. بقيت من وقت للتاني كده بشقر على حنان وبطمن عليها هي وبناتها. لا استحوذ، انت تستاهل كل خير ويا ست طيبه. ربنا يعينك بقى وتبقى توبه نصوحه كده على طول. حنان دي بنت حلال مصفي، بس عندها عيب بقى، لسانها زي المبرد ودماغها كده زي السيف. نور لي كده. نورك يا عم. نور لي عند الكوريك كده. ايوه نور نور، انزل شويه. انا مش فاهم يا حاج، يعني انا مال انا ومال الحوارات دي؟ لا يا طمك، ما انا مش قاعد مستنيك لغايه دلوقتي عشان تطلع عليا الغباء واللي انت وريس عن امك دي.
انت هتسمع اللي بقول لك عليه وتقول حاضر وانت زي الكرسي اللي انت قاعد عليه. يا حاج انا لا ليا انا فيس ولا انترنت ولا الجو ده كله. بعدين عيل سيس زي ده انا هقعد اعمل معاه ايه؟ انت مش بس هتقعد معاه، انت كمان هتصاحبه. اصاحب مين يا حاج؟ هتصاحب الواد اللي مش عاجبك ده، لان الواد اللي مش عاجبك ده يا حبيبي هو اللي هيخلصنا من الورطه المهببه اللي انت وقعتنا فيها. حاج طب بالهداوه كده، انت عايز الواد ده يلت على الانترنت على حوار الظابط انه طلب منك رشوه وكده، انا بقى مالي؟ شوف يا حبيبي، زي ما انا كده هتكلم عن الرشوه اللي هو طلبها مني، انت كمان هتتكلم عن ان الراجل ده كان مستقصدك من اول يوم جه في المنطقه. مستقصدني انا؟ امال انا يا اخويا؟ ما يستقصدني ليه؟ يا ابني افهم بقى، انت لازم تعمل اللي بقولك عليه ده والجزمه فوق رقبتك. الله، لازم الناس كلها تفهم ان الراجل ده مستقصدك لميت سبب. ممكن انت تختار منهم اللي انت عايزه بقى. الراجل ده غيران منك، طمعا في فلوسك، اتخانقته على بنت، اي حاجه يا اخي. المهم ان الناس كلها تعرف ان الراجل ده حطك في دماغه من قبل الحادثه المهببه. فاهم؟ لو حنون احنا واقفين عند الباب الوراني زي ما انت قلتي. حاولي افتح لنا بسرعه. مع السلامه. هتفتح الباب. حنان تعالي يا حمود ادخلوا. يلا